إن تنمية أي بلد من بلدان العالم تمر حتما بتنمية الطرق، وعليه فإن البلاد باعتبارها من الدول المغلقة التي لا تطل على منفذ بحري، فقد أطلقت الحكومة مشاريع عديدة بهدف رصف وربط شبكات الطرق بين المدن الكبرى بالبلاد ومع دول الجوار بهدف فك العزلة، وكذا السماحي للفاعلين الاقتصاديين تصدير واستيراد البضائع بكل سهولة ويسر. وخير دليل على ذلك مشروع الطريق الساحلي الذي يبلغ طوله حوالي 428 كيلومتر، والذي يربط البلاد مع دولة النيجر ومن ثم دول غرب وشمال إفريقيا. في أي ترانسون عنده شركة متخصصة في التخدم، وهسه يعني من مساكوري لحد نقولي الخدمة يعني ما شاء قريب في 48 فاصل 5% فات زيادة، وهنا نقوله في ريكريك دابوا فرونتير نيجير كله قاعدين في حوالي 30 و3. في الطريق الداخل ده هسه من سنغافورة امتمان تفوت غزبيدة تفوت أبشة دبر لكل يعني المشروع قاعدين تابوا فوق خطوة. ومن ناحية أخرى فإن الحكومة وبتوجيهات من رئيس الجمهورية إدريس أديبي إتنو فقد تم إطلاق مشروع السكة حديد الذي يربط البلاد مع دولة الكاميرون من جهة والبلاد ودولة السودان من جهة أخرى، وذلك تنفيذا لبرامجه السياسية وترجمة الأقوال إلى أفعال واقعية ملموسة. السكة حديد يعني السكة حديد عندنا هنا من جمينا لحد عدري وبفوت بآتيا أبشا عدري، ده يعني ده مشروع تشاد والسودان عندنا الاتويد هسه قاعد تكون مع سينين، وحين تعملناه في نصها الكامرون السكة حديد كامرون تشاد ده كله هنا خدمة مش هنبلين خلاص لكن لانصين أحمل دفر كله هنا عندنا الاتيود، وده عندنا بارتنر حقنا الباد يعني بدي نوصي هذا. ومن أجل دفع عجلة التنمية يجب تنمية قطاع الطيران المدني وبناء المطارات الحديثة، وكما أن اتفاقية الشراكة التي وقعت بين البلاد والخطوط الجوية الأثيوبية بهدف إنشاء خطوط جوية وطنية تعتبر نقلة نوعية تساعد البلاد على تنمية قطاع الطيران المدني، والذي يسهم بشكل فعال في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.